السلام عليكم، أهلا بكم طلابي الأعزاء طالبات العزيزات، ودرس جديد من دروس مادة الأحياء لطلاب الصف الثاني الثانوي، وإن شاء الله هتكون حصة اليوم عن مراجعة ليلة الامتحان. أتمنى إن شاء الله إن أنتم تحصلوا في الحصة مجموعة من الأسئلة اللي تغطي أجزاء مهمة من المنهج، وبإذن الله تكون موضع أسئلة الاختبار الختامي بإذن الله غداً. ربنا يوفقكم واسمع عنكم كل خير يا رب العالمين. ان شاء الله هتروحوا بكره الامتحان باذن الله، وانتم طبعا لازم تكونوا نايمين كويس عشان تقدروا تسترجعوا المعلومه بشكل جيد، وفي نفس الوقت تكونوا اعصابكم هاديه لتدخل الامتحان. زي ما انت عرفت في الاختبارات السابقه عندك المقالي بتاخد من تقريبا نص ساعه او ساعه الا ربع، وبعد كده ربع ساعه استراحه، وبعد كده ساعه اختبار على التابلت. إن شاء الله جميعا موفقين وتجتازوا الاختبار بمنتهى السهولة وتبقوا مبسوطين ومحققين أحسن الدرجات. أنا هبتدي معاكم النهاردة المراجعة بتاعتي. أول سؤال: تنشأ الألياف العصبية التي تعمل على انقباض الحوصلة الصفراوية من المنطقة الصدرية للنخاع الشوكي، المنطقة القطنية للنخاع الشوكي، منطقة الجذع المخي، المنطقة العجزية للنخاع الشوكي. طبعا احنا عارفين إن النخاع الشوكي بينقسم إلى أجزاء وفقا لمروره في العمود الفقري والمنطقه من الفقرات التي يمر بها. وغير كده ان في بعض الالياف العصبيه بتخرج من المخ مباشره او منطقه الجذع المخي. فطبعا الحوصله الصفراويه من ضمن مجموعه من الاجهزه التي تاخذ الاشارات بتاعتها في اداء وظيفتها من منطقه الجذع المخي. السؤال الثاني: أي مما يلي ليس له علاقة بالآخر؟ إكساب شعر الجلد الليونة ونشاط الجهاز العصبي الذاتي، طبقة بشرة الجلد وزيادة وزن الجسم، الشعيرات الدموية بالجلد ومعدل إفراز العرق، فضلات الجسم وانسداد مسام الجلد. هنا السؤال منفي، والسؤال المنفي زي ما احنا عارفين بيكون سؤال المفروض إن أنا آخد بالي من إنه في فقرة من الأربع فقرات اللي جايين في الاختيارات بتكون هي المخالفة للباقي، هي المخالفة ليس له علاقة بالآخر، يعني هي الوحيدة اللي فيها جزئيات ليست مرتبطة ببعضها البعض. طبعا واضح جدا ان الإجابة هي باء، طبقة بشرة الجلد وزيادة وزن الجسم. بعد كده رقم 3: في الشكل المقابل ينتقل السيال العصبي إلى هذه الخلية العصبية عن طريق، ينتقل السيال العصبي إلى هذه الخلية العصبية، يعني يروح لها السيال العصبي عن طريق، هل المنطقة ألف إكس ودبليو ولا زد وإكس ولا زد ودبليو ولا زد وواي؟ بينتقل إليها عن طريق، طبعا احنا عارفين ان دبليو هنا في منطقة جسم الخلية، منطقة جسم الخلية بتقع في المخ او في الحبل الشوكي اللي هي في الجهاز العصبي المركزي. هنا التفرعات الشعيريه، وهنا المحور اللي هو واي، طبعا اكس هنا التفرعات الشعيريه، هنا واي المحور، وهنا زد النهايات العصبيه. نلاقي ان طبعا عن طريق دبليو واكس اللي هي موجوده في الجهاز العصبي المركزي، مغموسه في الجهاز العصبي المركزي اللي هو جسم الخليه. السؤال الرابع: عن طريق قنطره فارول يتصل، قنطره فارول اللي هي الموجوده في المخ او في الدماغ، عن طريق قنطره فارول يتصل، هل المخ بالحبل الشوكي ولا المخ بالمخيخ ولا فصائل القشره المخيه ولا النخاع المستطيل بالحبل الشوكي؟ واضح طبعا الاجابه هي المخ بالحبل الشوكي في منطقه اتصال النخاع المستطيل اللي هي جزء من اجزاء الدماغ بالحبل الشوكي عن طريق قنطره فارول. غياب أي مما يلي يؤثر على عملية عودة الاستقطاب للخلية العصبية، غياب أي مما يلي يؤثر على عملية الاستقطاب للخلية العصبية، هل غياب الغلاف الميليني ولا الميتوكوندريا ولا النهايات العصبية ولا الزوائد الشجيرية؟ غياب أي مما يلي يؤثر على عملية عودة الاستقطاب للخلية العصبية، عملية الاستقطاب طبعا وإزالة الاستقطاب او اللي هو وقت الراحه ووقت الاجهاد بتبقى عمليتين متعاكستين، وبيأثر في
طبعا الميتوكوندريا، على اساس ان هي اللي بتطلق الطاقه اللازمه لحدوث عمليه استقطاب او عوده، عمليه الراحه او عمليه الاستقطاب ثم العوده الى وضع الراحه. اي مما يلي يوضح المسار الصحيح لتخلص الجسم من ماده اليوريا. المسار الصحيح لتخلص الجسم من ماده اليوريا. ماده اليوريا طبعا بتبقى موجوده في الدم نتيجة لهضم المواد البروتينية، والفضلات بتاعتها بتذوب في الماء مكونة اليوريا. منها المسارات دي: ألف الكبد، الكلية، قناة مجرى البول، المثانة البولية، الكبد، قناة مجرى البول، الكلية، الحالب، الكبد، الكلية، الحالب، قناة مجرى البول، الكبد، الحالب، الكلية، المثانة البولية. هنلاقي طبعا الإجابة في جيم: الكبد، الكلية، الحالب، قناة مجرى البول. السؤال اللي بعد كده رقم 7: يحدث انتحاء عكس اتجاه تراكم الأوكسينات في كل من، هل ساق موضوع أفقيا وآخر رأسيا تعرض للضوء من جانب واحد، ولا جذر موضوع أفقيا وآخر رأسيا تعرض للماء من جانب واحد، ولا ساق وجذر في وضع رأسي تعرض للضوء من جانب واحد، ولا ساق وجذر في وضع أفقي؟ طبعا الإجابة هنا إحنا اللي قاله لنا في السؤال تراكم الأوكسينات. تراكم الأوكسينات يحدث انتحاء عكس اتجاه تراكم الأوكسينات. الانتحاء اللي هو بيبقى عكس اتجاه تراكم الاكسينات، الاكسينات تتراكم في خلايا فتزيد من معدل نموها فتحدث انتحاء مخالف. يبقى الاجابه على طول واضحه قدامي، هي الف ساق موضوع افقيا واخر راسيا تعرض للضوء من جانب واحد. الشكل المقابل يمثل الاتصال بين خليتين عصبيتين، حيث يتواجد الجزئان واحد واثنين في الماده الرماديه للنخاع. زي ما احنا عارفين ان الماده الرماديه هي اللي بتبقى فيها رؤوس الخلايا العصبية اللي بتبقى موجودة في الجهاز العصبي المركزي. يبقى تواجد الجزئان واحد واثنين في المادة الرمادية للنخاع الشوكي يكون اتجاه السيال العصبي من ألف واحد إلى اثنين إلى ثلاثة إلى خلية عصبية حركية، ب ثلاثة إلى اثنين إلى واحد إلى خلية عصبية حركية، واحد إلى اثنين إلى ثلاثة إلى خلية عصبية حسية، د خلية عصبية حسية إلى واحد إلى اثنين إلى ثلاثة. طبعا واضح وواضح كويس جدا إن هيبقى الاتجاه من ثلاثة إلى اثنين إلى واحد إلى خلية عصبية حركية. السؤال التاسع: أثناء انتقال السيال العصبي يؤدي استهلاك جزيئات ATP إلى، أثناء انتقال السيال العصبي عبر المحاور يؤدي استهلاك جزيئات ATP إلى، هل انتقال أيونات الصوديوم للداخل فقط، ولا انتقال أيونات البوتاسيوم للداخل فقط، ولا انتقال أيونات الصوديوم للداخل وانتقال أيونات البوتاسيوم للخارج، ولا انتقال أيونات البوتاسيوم للداخل وانتقال أيونات الصوديوم للخارج؟ طبعا انتقال أيونات البوتاسيوم للداخل وانتقال أيونات الصوديوم للخارج. السؤال العاشر: إذا حدث تلف للجزء المشار إليه في الشكل نتيجة حادث ما، الجزء المشار إليه ده في مؤخرة الدماغ، الجزء السفلي من مؤخرة الدماغ، فإن ذلك يؤدي إلى تغير في درجة حرارة الجسم، ولا سرعة في التنفس، ولا اختلال توازن الجسم، ولا فقدان حاسة البصر؟ طبعا فقدان حاسة البصر. سؤال رقم 11: تركيز الأيونات خارج غشاء الخلية العصبية أثناء الراحة يكون، تركيز الأيونات خارج غشاء الخلية العصبية أثناء الراحة يكون مرتفع لكل من الصوديوم والبوتاسيوم، منخفض لكل من الصوديوم والبوتاسيوم، مرتفع للصوديوم ومنخفض للبوتاسيوم، منخفض للصوديوم ومرتفع للبوتاسيوم. طبعا الإجابة جيم: مرتفع للصوديوم ومنخفض للبوتاسيوم. 12: ما مدى صحة العبارتين التاليتين؟ يحتاج النبات للطاقة للقيام بعملية البناء الضوئي، كلما زادت كمية الطاقة الممتصة قل معدل قيام النبات بعملية الايه؟ النتح الثغري. دي كده عبارتين، هل العبارتين صحيحتين وبينهما علاقة؟ العبارتين خطأ وليس بينهما علاقة، العبارة الأولى صحيحة والعبارة الثانية خطأ، العبارة الأولى خطأ والعبارة الثانية صحيحة، العبارة الأولى صحيحة والعبارة الثانية خطأ. في الشكل البياني المقابل عند تركيز الأوكسينات إكس يعبر المنحنيان واحد واثنين على الترتيب من انتحاء ضوئي موجب للساق، ضوئي سالب للجذر، ضوئي سالب للجذر
ضوئي موجب للساق، ضوئي موجب للساق، أرضي سالب للساق، أرضي موجب للجذر، ضوئي سالب للجذر. طبعا عند تركيز الأوكسجينات إكس منطقة على المنحنى قدام مني في أعلى محور الصادات تنشيط الاستطالة عند الجزء السالب من محور الصادات تثبيت الاستطالة. طبعا هنا واضحة قوي الإجابة بتاعتنا إنها تتعلق بضوئي سالب للجذر وضوئي موجب للساق، ده عشان نتيجة لتركيز الأوكسينات. الساق بتبقى ضوئي موجب، منتحي ضوئي موجب لأنها بتستجيب للضوء وبتطلع لأعلى، أما الجذر لأنها بتهرب من الضوء في باطن الأرض فهي منتحي ضوئي سالب. إذا كان لديك كميتان متساويتان من الماء إحداهما ناتجة عن عملية النتح والأخرى عن عملية الإدماع، كيف يمكنك التمييز بينهما؟ طبعا في مادة بتستخدم لكده، هل هي باستخدام كبريتات النحاس اللامائية البيضاء، ولا باستخدام محلول الأيوسين، ولا باستخدام الراسب الناتج عن التبخر، ولا عن طريق الماء الناتج عن التكثيف؟ طبعا الإجابة واضحة جدا، باستخدام الراسب الناتج عن التبخير، بإن احنا في العملية دي بنمنع بنروي بمادة الماء المذاب فيه المادة بتاعتنا، بنسيب الماء يتبخر ونوقف عملية الري ونشوف الراسب اللي اتكون داخل الأنسجة بتاعت النبات، وبالتالي نقدر نعرف إذا كان إدماع أو نتح. 15 أي المكونات التالية يظل دون حدوث تغيير في تركيزها بعد مرورها في الكلية في الحالات الطبيعية؟ مكونات يظل دون أو تظل دون حدوث تغيير في تركيزها بعد مرورها في الكلية في الحالات الطبيعية، هل الجلوكوز والبروتين، ولا اليوريا وخلايا الدم الحمراء، ولا اليوريا وحمض اليوريك، ولا الجلوكوز والأملاح المعدنية؟ طبعا مكون يظل دون حدوث تغيير في تركيزها بعد مرورها في الكلية في الحالات الطبيعية، لأن احنا عارفين إن في مواد كتير بيتم ترشيحها في الكلية، ومنها ما يعود ومنها ما يخرج مع البول. طبعا هو الجلوكوز والبروتين أصلا بيفضلوا زي ما هم، في البروتين ما بيعديش من خلال الممبرينز بتاعة أو الأغشية بتاعة الوعاء الدموي والجدار الكلية، والجلوكوز بيمتص كله خلاص وبيرجع يرجعه تاني للدم. التراكيب التي تعمل كمواقع لتبادل الغازات في السوق الخشبية هي التراكيب التي تعمل كمواقع لتبادل الغازات في السوق الخشبية، هل هي الثغور؟ هل هي الثغور المائية؟ هل هي العديسات؟ هل هي الجذور؟ طبعا بالنسبة للسوق الخشبية تبقى العديسات. سؤال 17، الشكلان المقابلان يوضحان حالتين لجزء من نبات المستحية، أي الأجزاء التالية تتميز خلاياها بحساسيتها أكثر من الأخرى؟ أي الأجزاء تتميز بحساسيتها؟ هل هي واحد؟ هل هي اثنين؟ هل هي ثلاثة؟ طبعا الإجابة واضحة جدا إنها اثنين وواحد أكثر حساسية، لأن من خلالهم هيتم تحريك الساق عند اللمس أو في فترة من فترات اليوم عند دخول الظلام، وفيها النبتة بتنزل وكأنها ذبلت وماتت، أو المنطقة هذه اللي هي من الغصن. 18، يوجد الفص الجداري خلف الفص القفوي، ولا الفص الصدغي، ولا الفص الجبهي، ولا الفص الجزيرة؟ يوجد الفص الجداري خلف، طبعا خلف الفص الجبهي، خلف الفص الجبهي. 19، الشكل البياني المقابل يوضح المراحل التي تمر بها خلية عصبية تعرضت لمؤثر ما، في أي المراحل التالية تتوقع أن يتولد خلالها سيال عصبي آخر جديد إذا أثر مؤثر آخر له نفس القوة؟ هل في المنطقة A إلى B، ولا B إلى C، ولا D إلى F، ولا F إلى G؟ طبعا الإجابة هنا مرتبطة باللي أعطاهوني من معطيات، أي المراحل التي تمر بها خلية عصبية تعرضت لمؤثر ما، في أي المراحل التالية تتوقع أن يتولد خلالها سيال عصبي آخر جديد إذا أثر مؤثر آخر له نفس القوة؟ طبعا هنا فرق الجهد بالملي فولت، وهنا الزمن بالثواني على محور السينات، يبقى على محور السينات الزمن بالملي ثانية، وعلى محور الصادات فرق الجهد طبعا هنا من F إلى G، من F إلى G. أي العبارات الآتية لا
تنطبق على إن دول حمض الخليج فيها نبات. طبعا لا تحتها خط، وخلي بالك إن العبارة منفية، لا تنطبق على إن دول حمض الخليج فيها نبات. هل إن هو ينفر بعيدا عن الضوء، ولا ينساب من أعلى لأسفل، ولا يؤثر على نمو الخلايا، ولا ينفذ من الجيلاتين والمايكا؟ طبعا الإجابة إنه ينفذ من الجيلاتين والمايكا. السؤال رقم 21، أي المواد الآتية توجد في الرشيح الكلوي وليست ضمن مكونات العرق؟ أي المواد الآتية توجد في الرشيح الكلوي وليست ضمن ليست ضمن مكونات العرق؟ هل هي اليوريا؟ هل هي البروتينات؟ هل هي الجلوكوز؟ هل هي الأملاح المعدنية؟ طبعا ليست من ضمن مكونات العرق هو الجلوكوز، فالإجابة هي ج. الأسئلة المقالية، ما العلاقة بين منطقة تحت المهاد بالمخ وكمية العرق المفقودة؟ طيب أنا هترك ليك السؤال ده أنت تفكر فيه وتجاوب عليه. طيب منطقة تحت المهاد بالمخ وكمية العرق المفقودة، قبل ما ناخد الإجابة هترك لك الفترة وقت إنك أنت تفكر فيه. الإجابة بتاعتنا هي حيث يوجد بمنطقة تحت المهاد بالمخ المراكز العصبية التي تتحكم فيها الأفعال الانعكاسية الخاصة بتنظيم درجة حرارة الجسم، فعند ارتفاع درجة حرارة الجسم يزيد نشاط الألياف العصبية التي تصل للغدد العرقية فتزيد كمية العرق المفقودة، وعند انخفاض درجة حرارة الجسم يقل نشاط هذه الألياف العصبية فتقل كمية العرق المفقودة. وده طبعا أول سؤال في المقالي، أتمنى إن شاء الله أن يكون في أسئلة منه أو من الجزء اللي فات اللي هو الخاص بالاختيار من متعدد تكون معانا في الامتحان بكرة بإذن الله. رقم 23، فسر لا يقتصر دور الجلد على كونه عضو إخراج، وده سؤال مقالي برضه. لا يقتصر دور الجلد على كونه عضو إخراج فقط، طبعا الجلد احنا عارفين إن هو من الأعضاء في الجسم التي يتنوع عملها أو تتداخل مع أكثر من جهاز، فنجد إن حيث له دور هام كخط دفاع أول في جهاز المناعة وحماية الجسم من غزو الميكروبات، إنتاج فيتامين د الهام والضروري لتمثيل الكالسيوم وبناء الهيكل العظمي، ده غير إن هو عضو إحساس في الجسم حيث تصل إليه نهايات حسية، طبعا فهو عضو من أعضاء جهاز الإيه الجهاز العصبي أو الإحساس في الجسم. إذا علمت أن بعض المبيدات الحشرية تحتوي على مثبط لإنزيم الكولين استريز، وضح ماذا سيحدث؟ وضح ماذا سيحدث عند تعرض الإنسان لكمية من هذه المبيدات على المستوى العصبي؟ هنجد أنه يظل الأستايل كولين بعد عبوره إلى السوائل الشجيرية كما هو دون تحلل، ويظل غشاء الليفة العصبية في حالة إثارة لنفس المؤثر، وبالتالي لن يتم استقبال أي مؤثر جديد. سؤال 25، لا توجد علاقة بين ثبات تركيب دم الإنسان وعمل الكليتين، ما مدى صحة العبارة وما مع التفسير؟ طبعا العبارة دي غير صحيحة، حيث إن نسبة الماء والأملاح والسكر وغيره من العناصر بالدم تؤثر في عمل الكليتين، لأن طبعا الدم بيدخل للكليتين فيتم فلترته من كل ما يحتويه من عناصر، وبناء عليه فيه علاقة بين تركيب دم الإنسان وعمل الكليتين. 26، من الشكل المقابل حدد رقم الجزء الذي يؤدي إلى بطء انتقال السيال العصبي عند تلفه مع تفسير الإجابة. الجزء رقم 3، لأن الجزء رقم 3 هو عبارة عن غلاف الميالين ويعمل على تسريع انتقال السيالة العصبية لأنه مادة عازلة فتقفز السيالات العصبية بين عقد ران في، وبالتالي بتكون فيه سرعة في انتقال السيالة العصبية. آخر سؤال في سؤال المقالي معانا، الشكل المقابل يوضح ثلاث مناطق في الجهاز العصبي، حيث إكس يمثل عصب حسي، واي يمثل عصب حركي، زد يمثل العصب اللي يمثل الحبل الشوكي. حدد الموضع الذي إذا حدث له تلف أدى إلى عدم الشعور بالألم مع القدرة على تحريك القدم، وعلل لإجابة. طبعا الإجابة هنا الموضع إكس، العصب الحسي لتعطل نقل السيالات العصبية من أعضاء الاستقبال إلى الجهاز العصبي المركزي عند حدوث تلف له. وبكده أكون وصلت معاكم إلى نهاية درسنا اليوم. آخر شيء أحب أتمنى لكم هو التوفيق والتفوق والنجاح، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من الأوائل، وأتمنى أن يكون درس اليوم
مفيد، وان تكون وردت فيه معلومات تفيدكم. الى ان القاكم في الدروس القادمه، اترككم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.